من خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأيضا من كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، وهم كانوا أشجع الناس، لكنهم إذا جاءوا في هذا المقام عرفوا أن الخروج على ولاة الأمر ونزع يد الطاعة فيها من الفتن وفيها من الاحتراب ما فيه. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه قد أوذي في مسألة خلق القرآن وسجن وضرب. فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل، وهذا تتم لكلام الإمام أحمد، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.